أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أذل الأمة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ على كل حال هذا موضوع غريب، اللي ما يوافقهم على هواهم هم يحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذاهب. حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهم لم يخرجوا على ولي الأمر ولم يكفروا المسلمين، وهم يريدون منهم ذلك، لكن لما عجزوا عنهم حكموا عليهم بالإرجاء. هذا كلام بالهوى والعياذ بالله، اتهام لهؤلاء الإمامين بما ليس فيهم. ما عرفنا عنهم من الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف، هذا اللي تعلمناه منهم وعرفناه منهم رحمهم الله. نعم. لكن لما لم يوافقوا هؤلاء على نزعاتهم ونزعاتهم رموهم بالأرجاء. نعم. لأن الذي لا يكفر المسلمين مرجي عندهم. نعم.